الوزير عنده 100,000 عضو هيئه تدريس وهيئه معاونه منجم علماء وما بيستخدموش. احنا عايزين نكون قاطره لتكون البحث العلمي في جمهوريه مصر العربيه علشان تطلع العالميه. فده مش هيكون ابدا بان احنا نتكلم في 2000 جنيه وفي 1200 جنيه وفي الوقفه والانتخاب والتعيين. احنا عايزين رؤيه، والرؤيه دي المفروض سعادته كان قدمها لنا من اول يوم جه فيه. معنى ان احنا عملوا ده مرحله تمام. ما انا هرد على حضرتك، انا كنت لسه جاي فيها ان هو معالي الوزير بيقول احنا واحنا وزاره تدبير اعمال واربع شهور وماشي. بس ما انطبقش القضاء على الاستاذ الدكتور عصام حرب اللي بينفذ وبيحقق مكاسب لجمهوريه مصر العربيه كما لو كان قاعد ابد الدهر. يبقى اذا الموضوع ما هوش كده، دي رؤيه. هو معالي الوزير المفروض ان هو كان لما اعضاء هيئه التدريس ومؤتمر وطني قوي لاصلاح البحث العلمي في جمهوريه مصر العربيه، وبعدين بعد كده بعد الاصلاح ووضع الاليات زي ما قال الدكتور يحيى ان احنا عايزين نحط اليات لاصلاح البحث العلمي. هنبدا نتكلم حقيقه، هتبص تلاقي المنظومه نفسها لو تعمل كل حاجه هتتحط في مكانها الصح. المرتبات قد دي، الانتخاب وبالتعيين وبالربط الحد الادنى والحد الاعلى للقبول. هتبص تلاقي ان كل صاحب رؤيه هو من يبحث عن المكان، مش لمجرد التكالب على ان انا احكم في مكان. حضرتك ببساطه خالص، احنا عارفين الناس بتتكلم على المناصب الاداريه ليه؟ عشان مرتبات وعلشان الصناديق وعلشان الزيادات وعلشان ال 200,000 و 500,000 و 600,000. انما سعادتك لو انا مرتب الاستاذ 4,000 جنيه ومرتب رئيس الجامعه 5,000 جنيه ولا 6,000 جنيه، فتعالى قابلني لو لقيت رئيس، لو لقيت حد يقول لك انا عايز ابقى رئيس جامعه. القصه كلها